يا 200 صباح الخير، يا 200 صباح الفل، يا 200. أنا عاوز أكلمك في مسألة مهمة. إيه؟ بخصوص الشغل؟ أنا جاهز. لا يا باشا، أكلمك بخصوص عايدة. أنا طالب القرب منك. بتقول إيه؟ هتجوز عايدة وهنكتب الكتاب النهاردة. السيجارة يا باشا. بابا. عن إذنك يا عمي. اسمع بقى ما اقول لك، اذا كان بابا راجل طيب وعلى نياته فانا شرانيه وبيركبني 60 عفريت، لايمها بقى لحسن اذيك. هتعملي ايه؟ خليك مطرحك. مش هفهم. هبلغ البوليس، هقدمك للنيابه، هسجنك. حد يذهب حبيبه، خطيبه، جوزه. جوزه؟ ايوه. أنا حبيتك امبارح وخطبتك دلوقتي وهتجوزك بعد الظهر. مش معقول. يا رب توافق يا إبراهيم. إيه؟ مالك ما تقول حاجة؟ يا رب. أنت مجنون؟ هو معقول أتخطب الصبح وأتجوز بعد الظهر؟ أمال إمتى؟ مش قبل شهر على الأقل. لسه هتضيعي شهر من عمري. طب أسبوع؟ 7 أيام بلياليهم، حرام عليكي. يعني ما حضرش حاجة؟ كل حاجة جاهزة. ولا أقول للناس؟ الناس عندك أهم مني؟ يعني مصمم النهاردة؟ يا ريت كان امبارح. طب خلاص ما تزعلش، النهاردة. إمتى؟ الساعة 4 كويس؟ 3 أحسن. 3؟ هي الساعة كم؟ 3. والله وكتبنا الكتاب يا ابو خليل. اظن اسرع جوازه حصلت. لا، الجوازه نمره 4 كانت اسرع. انهي فيهم؟ فكرني. اللي حصلت في القطر. ايوه سونيا اللي اتجوزتها عرفي. خطبتها في سيدي جابر وكتبت الورقه في كفر الزيات ودخلت عليها في طنطا وطلقتها في بنها. قول لي من فضلك، السيد مراد سالم موجود؟ موجود يا فندم، لسه طالع دلوقتي. عقبال عندك. عقبال عندي؟ هو حصل ايه؟ كتب كتابه يا فندم. كتب كتابه على مين؟ عايدة هانم بنت صابر باشا عبد الصبور. مين؟ ايوه. تحب نديله خبر؟ لا ملوش لزوم، هي لهانم في اوضه كام؟ جناح نمرة 2 اول دور. متشكرة قوي. مبروك يا عروس. الله يبارك فيك. تسمحي لي ادخل؟ اتفضلي. ميرسي. اهلا وسهلا. انا فرحت لك خالص وجيت مخصوص من مصر عشان اقول لك مبروك. متشكره قوي، لكن انت عرفتي ازاي؟ كان قلبي حاسس. هو انت تقربي لمراد؟ امال احنا متأسفين قوي، اصل كتبنا الكتاب كده على غفله، مراد مرضاش يعزم. على العموم هو متعود على كده. متعود على كده؟ قصدك تقولي ايه بالظبط؟ هتعملي ايه؟ هطلب مراد. هتقولي له ايه؟ هقوله يجي يقابلك ويتفاهم معاكي. هتقولي له مين؟ مين؟ قولي له خطيبتك. خطيبته؟ ايوه يا عروسه، خطيبته ومتفقين على الجواز، وامبارح كان ميعاد الخطوبه في مصر. عملت الحفله وعزمت المعازيم والبيب سلامته هنا في اسكندريه بيتجوز. الجوازه 13. ايوه البيب متجوز داستا قبلك، أكتر واحدة قاعد معاها 6 أشهر. يخش على الواحدة حب وغرام وعبادة، يبقى ملهوف عليها. إن اتمنعت يتجوزها، وبعد ما ياخد مزاجه منها يرميها رمية الكلاب. ولما أنت عارفة عنه كل ده، ليه عايزة تتجوزيه؟ عشان أنا هو صنف واحد، أصلي اتجوزت 7 رجالة. أنا حسبت لك كل حاجة، تعالي اسمعي بنفسك.
الو مراد سالم من فضلك. الو مراد، اهلا يا مراد، انا كريمه بكلمك من مصر يا حبيبي. ما جيتش امبارح ليه يا حبيبي؟ ده انا طول الليل سهرانه قلقانه عليك، خفت لا يكون جرى لك حاجه. ايوه حبيبتي، كنت نازل اسكندريه عشان الحق حفله الخطوبه، عملت حادثه اول الطريق. يا خبر، وجرى لك حاجه يا مراد؟ اتعورت في دماغي والدكتور قال لازم استريح يومين. لا خليك انت مستريح يا روحي، انا جايه لك حالا. لا 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 ما تجيش، انا خفيت خلاص. مش ممكن، انا هكون عندك في اسكندريه بعد ساعتين. الو 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 الو، جالك كلامي؟ كذاب. اه عمل كده في ال 12، واحده يتجوزها والتانيه يخلى بيها. 12 يا مجرم، اتجوز 12 يا ظالم. الو عايده يا حبيبتي، وضبي شنطك اوام، هننزل مصر دلوقتي حالا. ليه يا مراد؟ احنا مش متفقين نقعد في اسكندريه لاخر الشهر؟ اسكندريه ابتدت تسقع، مصر ادفى دلوقتي. ماما مش كده يا حبيبتي؟ كده يا حبيبي. وكمان العرسان يباتوا في بيتهم احسن، مش كده يا حبيبتي؟ بعد نص ساعه تكوني موضبه الشنطه. خلاص يا حبيبتي؟ خلاص يا حبيبي. هتعملي ايه؟ هتقعدي معاه؟ طبعا انا مراته، من هكتب عليه؟ هفهمه اني اسعد زوجه في العالم، لكن مش هيطول حاجه مني، مش هيمس شعره فيا. ذنب ال 12 هطقله من عينيه. وانا هبقى اتصل بيكي في مصر عشان اطمن عليكي.
نادت لك وفي ليل الشوق غنت لك يا احلى مكان في الدنيا انا جيت لحبيبي وجيت لك يا احلى مكان في الدنيا انا جيت لحبيبي وجيت لك والشوق وحبيبي ولا الليلة معتنا هنا تسمع ضحكتنا سوا وتشوف حلاوتنا سوا وننام ونقوم ونقوم وننام على حب بحب الحمد لله على السلامة يا فندم. الله يسلمك يا عم. حضرت كل حاجة جوه؟ أيوة يا فندم كله جاهز. في حد غيرك هنا؟ لا يا فندم كلهم في أجازة حسب أمر الأستاذ إبراهيم. تعال طلع أنت شنط فوق وروح أنت كمان أجازة. حاضر يا فندم. بالليلة خلاص يا حبيبي أنا وأنت هنصبح عيلة. صاحب أجمل عروس وأسعد عريس. الحمد لله على السلامة يا حبيبتي. الحمد لله على سلامتك انت. عرفت ان انا حاسس ان الدنيا كلها بترقص وتغني؟ انا قلبي هو اللي بيغني. سامع. انت سامع يا حبيبي؟ سامع يا حياتي. ايه تعبانة؟ شوية. طب ما تيجي نستريح بقى. عطشانة. كفاية عليك. عطشانة الله. بعدين تدوخي. انت اللي هتدوخ. بصحتك يا حياة قلب روح قلب شهريار. عن إذنك. رايح فين؟ أغير بس. ما تسيبنيش لوحدي. خمس دقايق. يا خبر خمس دقايق؟ طب دقيقة واحدة. هتوحشني برضو. الله مراد بس بقى. لحظة.
وننام ونقوم ونقوم وننام على حب في حبي وربهم بم. عايدة انتي نمتي؟ عايدة ماما 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 عايدة ماما يا حبيبتي يا ماما عايدة مالك عايدة مالك بس ماما سيبني مالكش دعوة بيا ماما 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 يا حبيبتي يا ماما مالك يا حبيبتي بتعيطي ليه؟ أنا آسفة يا مراد نسيت أقول لك. تقولي لي إيه بس فاهميني؟ لما ماتت ماما الله يرحمها كنت نايمة، جم صحوني وقالوا لي الخبر، خفت وجريت على الشباك علشان أموت نفسي، ومن ساعتها أي حد يصحيني أقوم مفزوعة جري وراح الشباك عشان أرمي نفسي. اسمع يا مراد من هنا ورايح أوعى تصحيني، سيبني نايمة لحد ما أصحى لوحدي. طيب خلاص حصل خير، ما عدتش أصحيكي تاني أبداً. أجيب لك حاجة تهديكي؟ لا. طب أعمل لك إيه؟ نيمني. ما انا مفيش حاجه تهديني الا النوم، لازم انام دلوقتي وبسرعه لحسن بعدين تجيلي حمى ما اقومش منها ابدا. ارجوك يا مراد نيمني اوام اوام. طب انيمك ازاي بس؟ اقرا لي حاجه اي حاجه بس من فضلك بصوت واطي وحنين، وتفضل تقرا كده لغايه ما انام. اوام اوام الرعشه ابتدت تيجي. وقال الملك هاموشير لعبدوس الوزير: ائتني بألف بعير. فقال الوزير عبدوس لملك المجوس ورأسه بين التروس: أيها الملك يا عالم الفلك، البعير هلك. فاستشاط الملك هاموشير وأمر بإلقائه في البير، ومعه ألف خنزير. مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكت عن الكلام المباح.
يا ألف نهار أبيض يا سيدي، يا ألف مبروك. أنت إيه؟ أنا بومبا يا سيدي. بومبا ده إيه؟ اسمي بامبا وبيدلعوني بيقولوا لي يا بومبا. أنا خدامة الست عايدة والباشا بعتني هنا عشان أخدم في بيت العز. أهلا وسهلا. أهلا بك يا سيدي. اسم الله يا أخويا، اسم الله اسم الله. لا عريسنا قوي، عريس ولا كل العرسان. الست نايمة فوق، فهمتي؟ وماله يا سيدي، نوم الهنا نوم السعد. صباحية مباركة يا عريس. مباركة. خش. حاضر. يو أنا اتنفست، أنا قلت حاجة؟ مش بطالة. صباح الخير. صباح الخير. أنت اللي كنت بتزغرط برا؟ لا دي بومبا. بومبا جت؟ هي فين؟ وحشتني المضروبة. وحشتك المضروبة، ما وحشكيش المضروب. حقك عليا، ما تزعلش. انت نسيتي اللي عملتيه امبارح. عملت ايه؟ كنت هترمي نفسك من الشباك. يا خبر؟ لازم كنت نايمة وحد صحاني. وعيطتي وترعشتي وقرت لك الملك هامشير. ده صحيح، ده انا نمت بهدوم. وانا طول الليل حاطط ايدي على خدي. يا مسكين. قوم قوم نام لك شوية. انام؟ ده انا مستنيكي بس تصحي. رايحة فين؟ هاخد دش. مش ضروري دش. يا سلام عليك يا مراد. الله. طيب طيب، انا هروح اقول لهم انك انت لسه نايمة وانا كمان تعبان شوية وهنام ومحدش صحينا ابدا. طيب. بس خلاص الدش بسرعة. حاضر. مش يطلع دلوقتي؟ اصل الهانم الكبيره ده. هانم مين؟ والدة حضرتك. ولا لها الاستاذ نايم. استاذ؟ ايوه الاستاذ. انهي استاذ؟ انا. لكن حضرتك واقف قدامي صاحي اهو. اسمعي الكلام، قولي لها بعد نص ساعه هينزل حالا. امرك. اسمعي. نعم. هنزل لها انا بنفسي. يا ماما. لا صباح ولا مساء، انت خليتها خل. ليه بس يا ماما؟ ابقى امك ولا اعرفش. ما اصل يا ماما لو عرفت. اصل ايه؟ اضرب لك تليفون في اللوكان ده يقول لي كتب كتاب ونزل على مصر. ليكي حق تزعلي يا ست الكل، بس لو عرفتي ظروفي. يا ماما. ظروف ايه؟ كل مره تتجوز تقول لي ظروفي. ماما اشربات 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 يا ماما. 12 مرة. ايوه ماما 12 مرة اتصلي بيا بالتليفون، اصل ما فيش حرارة، ما فيش حد يرد، ما فيش سفراجي، ما فيش بونبون. في بونبون. ماما ابوس ايدك، ما تجيبيش السيرة دي خالص. مراتك عارفة انها 13؟ طبعا لا، علشان كده ماما عشان خاطر كتمي على الخبر. لغاية ما تطلقها. لا والله يا ماما، دي زوجة العمر، انا خلاص هديت رصيد، البركة في دعاك يا ماما. امال فين العروسة؟ العروسة نايمة، هطلع صحيها. خليك انت مستريح يا سيدي وانا اطلع. تطلعي انت ازاي؟ ازاي؟ اصحيها يا سيدي. ما تعرفيش، انت تروحي تعملي واحد قهوة سكر شوية وبن تقيل، يلا. على اذنك يا ماما نص ساعة بس. نص ساعة؟ هصحيها في نص ساعة؟ ما هو يا دوب يا ماما عقبال ما تصحصح كده، مش أكتر من نص ساعة، أرجوك. حالي.